السلام عليكم متتبعين القناة ديال لالا رشيدية، مرحبا بكم معايا من جديد. مرحبا بكم الأصدقاء، مرحبا بالناس القدامين وبالناس الجداد، مرحبا بالناس اللي دعموني واللي وقفوا معايا حتى كملت واستوفيت الشروط ديالي في مدة وجيزة، واللي كانت 28 يوم والقناة ديالي تفعلت ليا الادسنس، تفعل ليا من با واحد 6 ديال الساعات، والقناة مشات المراجعة ورجعت ما كملاش 12 ساعة. وكنتمنى التوفيق للجميع، وكنتمنى التجربة اللي مريت منها انا البنات والطريقة اللي انا نجحت بها القناة ديالي نبارطاجيها معكم ونمد لكم يا البنات ويا الدراري يديا باش نجركم معايا ان شاء الله، وتعوم الفائدة بطبيعة الحال على الجميع. وبطبيعة الحال هذا الشيء راهيلا تعاونتوا معايا نتوما الاولين وعاونتوني انا كذلك، فبقوا معايا باش تعرفوا شنو اللي مطلوب منكم وشنو اللي انا غادي ندير معاكم. مرحبا بكم كما قلت لكم كاملين دون استثناء، سواء الناس اللي وقفوا معايا من الاول او الناس اللي لاول مره تيشوفوا لي فيديو ديالي. ما غاديش نقول لكم شاركوا معايا من الاول، لا 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 لا، ولكن كملوا لا فيديو ديالي حتى للنهايه بطبيعه الحال، واللي عجبكم المحتوى ديالي اللي جايبه لكم عملوا ابوني وديروا لي الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي. وبطبيعه الحال ما غنوصيكمش باش انكم تبارطاجيو تبارطاجيو الماكسيموم لاشين ديالي باش تزيد تطلع ونزيد نجركم معايا، وبالتوفيق الجميع ان شاء الله يا خوتي. البروجي ديالي اليوم اللي جبت لكم شنو هو؟ هو كان تحت الطلب ديال بزاف ديال الصديقات اللي تيدخلوا عندي الجروب في الاخضر او لا تيدخلوا عندي الخاص يطلبوني تيقولوا لي عافاك اختي الله يجازيك بالخير، عندك صديقات بزاف ديالك، واش ممكن انك تعاونينا؟ يلا درت قناه جديده فرجاء منك تساعدي معايا كيفاش ندير باش نكمل الشروط ونستوفي الشروط ديالي كاملين. وبكثرت يعني هادي وهادي وهادي، انا ما نقدرش باش كل واحد نعطيه الوقيته ديالته بوحديته، ولهذا فكرت انني نبارطاجي معكم هنايا كلشي اطابل، ومن بعد نشدو يدين بعضياتنا واحد يشد الاخر ونزيدو القدام مجموعين ان شاء الله. بطبيعه الحال دابا راهم تيشوفوني الناس اللي انا كنت مسانده لهم، هما يعني بالجهد ديالهم كذلك حتى هما عاونوني، ولهذا يا خوتي ما غاديش نبخل عليكم في المعلومات اللي عندي بطبيعه الحال. المهم الغزالات ديالي وخوتي الدراري كذلك اللي راكم كتشوفوا فيا، المهم انا تندعم ديجا في المشاهدات الناس اللي يعني اللي محتاجين مشاهده. ما عندكش بيسي؟ انا عندي بيسي، انا راه ما بقيتش محتاجه البيسي ديالي، ولكن الناس اللي ما عندهمش بيسي واللي ما قادرينش بغاوني ندير لهم مشاهده على الراس والعين، فقط انا تنطلب منهم انهم يكونوا عندهم بزاف ديال لي فيديو، بزاف ديال لي فيديو يعني يكونوا عندهم حفلات، لانني انا ملي تنبغي نجي نطلق لكم المشاهده تيخص يكون عندكم بزاف البنات ديال الفيديو، واحد 20 ساعه تكون عندكم في التوتال، ماشي كتجي عندي وحده عندها يلا مسكينه 6 ساعات ولا عندها حتى ما كاملاش حتى 5 ساعات، كيفاش غادي ندير نساعدها؟ ما غيبانش عندها، واخا نساعدها ما يبانش. فرجاء فرجاء بقاو عافاكم طولوا في لي فيديو ديالكم حتى كتفوتوا 10 دقائق ربع ساعه بعدا باش نهار اللي تفعل لكم قناه تلقاو فين ديروا الاشهار. المهم انا غادي نبقى معكم بطبيعه الحال وغادي نكملوا بزاف ديال النصائح مازالين غادي نحتاجوه مع بعضياتنا، ولكن دابا نبقاو في الدعم اللي غادي نقدمو، تقدموا لي الدعم انا، وفي نفس الوقت انا غادي نقدم لكم الدعم نتوما وانتوما غتقدموا الدعم للاصدقاء ديالكم. بطبيعه الحال اللي متفق معايا ما ينساش ينزل لتحت يدير ليا اللايك الجرس وجيم وتابوناو معايا وبارطاجيو ليا هاد لا فيديو الماكسيموم مع الاصدقاء ديالكم. الناس اللي بارطاجيو الماكسيموم الماكسيموم جاوني الناس من عندهم تيقولوا لي حنا من طرف فلان، غادي نهزكم وغادي نطلق لكم 5 ديال المتصفحين ليله كامله، وغادي نبقى نهز كل نهار كما كنقول لكم كل نهار غنبقى نهز 4 ديال الناس. والناس اللي مجربين اللي غتلقاوهم من تحت كاتبين لي تعاليق تيقولوا لي شكرا لك كذلك. المهم دابا غادي ندوزو كيفاش غادي نديرو نخدمو. هذا هو الاول فيديو ديال الدعم البنات، هذا هو اول فيديو ديال الدعم البنات، الدعم البنات الدعم البنات اللي غادي الناس اللي صغارين غادي نهزوهم معنا. انا راني مازال صغيره وما عمري غادي نعلى عليكم، ولا نجحت راني بكم، ولا فشلت راني بكم راني براسي، الا فشلت راني براسي صافي. المهم نتمنى اننا غادي نهز 10 ديال البنات اللي غادي يخليو لي تعاليق، وغادي نثبت غادي نثبتهم في تعليق واحد يعني بالروابط ديالهم، وكنتمنى تفاعلوا معاهم، يعني اللي يدخل عندي يمشي يتشارك معاهم
الناس اللي عندهم قنوات يمشي تشاركوا معاهم ويديروا لهم مشاهده لهذوك لي فيديو ديالهم. عافاكم عشرة ديال الناس غادي نهز، غادي نهزهم 10 ديال البنات غادي نهزهم، وغادي نحط اليوم 10 وما غاديش نبدل لا فيديو. غدا غادي نسيبريمي هذاك لو كومونتير ديال هذوك العشرة، وغادي نعاود نحط 10 واحد اخرين، وغادي نبقى نشوف انا الناس اللي مشاو عندهم والناس اللي تفاعلوا معاهم. الى لقينا راسنا اننا فعلا نجحنا باش اننا نطلعوا بعضياتنا بهذه الطريقه اللي هي بسيطه بزاف، فغادي اكيد انا غادي نوصلوا، غادي نستوفيوا الشروط، وغادي نتعاونوا مع بعضياتنا في المشاهده وفي بزاف ديال الحوايج حتى نكملوا باذن الله وحول الرحمن. المهم الشروط البنات اللي كما قلت لكم كيفاش غادي نديروا، نبداو هو اول حاجه غادي تنزلوا تخليوا تعاليق لتحت، غادي تحاولوا تبارطاجيو هاد لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم بطبيعه الحال، اللي عندها شي جروب ما عندوش مشاهده، اللي باغا تكمل الشرط الاول ديال 1000 مشترك، اللي محتاجه كذلك 4000 مشاهده، فما عليها الا تخلي لي تعليق وتبارطاجي لي لا فيديو ديالي مع عدد كبير ديال البنات، والناس غادي يجيو عندي من الطرف ديالها يقولوا لي حنا من طرف فلانه، غادي ناخذ لا فيديو ديالها وغادي ندير ليها 5 ديال المتصفحين هي وثلاثه ديال الاصدقاء اللي داروا نفس القضيه. هذه اولا وثانيا البنات غادي نبقى نعزل 10 د الروابط ونبقى ندير معاهم التفاعل ويكون بارطاج، بارطاجيو القناه البنات، بارطاجيو باش تعمل فائده على الجميع. المهم البنات غادي ننزل كما قلت لكم 10 ديال الروابط لتحت، فما عليكم نتوما الا تشاركوا معاهم، تشاركوا معاهم تعملوا لهم مشاهده والبصمه وتخليوا لهم تعليق باش نعرف شكون الناس اللي متفاعله. غادي نعاود نهزها مباشره، الناس اللي تفاعلات غادي نعاود نهزها، وكنتمنى هذه راه امانه، كنتمنى اللي بغى يدخل معنا في الدعم ما يبقاش يمشي، ما عليه الا يبقى معنا ويبارطاجي معنا ويخلي التعاليق ديالو. وراني انا راني راه عندي جروب في الاخضر، راني تنراقب التعاليق، راني تنراقب البصمات، يعني راه عندي الوقت الكافي باش نعرف شكون اللي، شكون فيكم اللي صادق وشكون اللي ماشي صادق. ولا بغيتو تصدقوا بغيتو توصلوا كاملين راه غادي توصلوا كاملين، ولكن الا كنتو كتشوفوا بانكم بغيتو تطلعوا غير بوحديتكم ففضل، يعني فضلا وليس امرا راكم غادي تبقاو غير بوحديتكم. انا كنقول لكم فضلا وليس امرا، نتمنى ان يكون الصدق بيناتنا، وانا بغيت نتعاون معكم، فرجاء تعاونوا مع بعضياتكم وتعاونوا مع راسكم هو الاول عاد نشوفوا الناس. المهم بارطاجيو 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 لا فيديو ديالي، انا مباشره غادي نحط لا فيديو ديالي. الناس العشرة الاوائل غادي نكلاسيهم، غنكتب السميات ديالهم عندي هنايا، غنكتب سمياتهم عندي هنايا، وغادي نحط الروابط 10 د الروابط، وفي هذوك 10 د الروابط انا شخصيا كل رابط غادي نعطي 10 ديال العصافير، انا شخصيا كل رابط غادي نعطي 10 د العصافير. فرجاء شنو كتسناو نتوما؟ اللي عنده شي عصيفرات يعطيهم الصديق ديالو، ما عليكم اللي ما عندوش فما عليه اللي يكون صديق معنا ويمشي يتشارك مع الاصدقاء اللي راهم معنا، فما تبخلوش على بعضياتكم الا بغيتوا تكونوا ناجحين في حياتكم، خدموا راه العمل عباده، وكما استفدوا الناس اللي قبل مننا حتى حنا نزيدوا نستافدوا، ما خسرنا والو، ونتمنى لكم التوفيق. الا كنتوا كتشوفوا ان الفيديو ديالي يستحق، يستحق لانني فكرت فيكم، فكرت في القنوات الصغارين اللي واحلين اللي ما عارفينش كيفاش يديروا، اللي ما عندهمش تطبيقات، اللي ما عندهم والو، فانا مستعده يا البنات نوري لكم جميع 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 الخبايا اللي عرفتها، كيفاش ديروا طلعوا المشاهده، كيفاش ديروا طلعوا لي زابوني، هذا الشيء كامل اللي لقيت تفاعل على هاد لا فيديو الثاني. غادي نحط لكم التطبيقات اللي خصهم يكونوا عندكم في البيسي ديالكم، والتطبيقات اللي خصهم يطلعوا لكم لي زابوني، وكاينه طريقه غزاله وغزاله بزاف اللي غادي ترفعوا بها لي زابوني بلا ما تبقاو تمشيو تحضروا بطبيعه الحال الحفلات وتحطوا لي ليان ديالكم. فرجاء نتمنى لا فيديو ديالتي تكون نالت الاعجاب ديالكم، تنتمنى انكم تدعموني وتوقفوني كذلك على رجليا باش نكي نوقف انا نهزكم معايا. يلا اخوتي شنو كتسناو؟ تسناو الى عجبتكم انا وعجبتكم الفكره اللي بغيت ندير، بغيت ندعم القنوات الصغار، بغيت ندعم صحاباتي، بغيت نعاونهم، بغيت نتعاون معاهم. يلا 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 اخوتي انا غنجيب لكم جروب ديالي اللي في الاخضر كامل غادي نجيبو، غادي حتى هو يكون معنا هنايا، فرجاء اللي عنده شي جروب وبغى يتعاون يجي لهنايا، غادي نديروها البدايه. راه قلت لكم البنات غادي نحط 10 ديال الروابط اللي غادي يكونوا لي فيديو ديالهم، هما اللي خلاو لي اول تعليق، غادي نبقى نعزل اول تعليق ثاني تعليق ثالث تعليق 10 ديال البنات، وغادي ندوزكم كاملين البنات.
واخا يكون غير هاد لا فيديو راه فرجاء نكونوا على بال راه كل نهار غادي نبقى نشونجي له نشونجي الروابط كل نهار غادي نشونجي الروابط غادي نحط اليوم 10 ديال الروابط غدا بالليل غادي نحط 10 ديال الروابط وإلا لقيت تفاعل كثير راني غادي نضطر انني غادي نبقى ندير كل ساعتين 10 ديال الروابط وهكذا غادي نطلعوا مع بعضياتنا ولكن بشرط خصكم تكبروا ليا المشتركين وتناديوا على الاصدقاء ديالكم باش يجيو عند الاصدقاء ديالي والاصدقاء ديالي يناديوا على الاصدقاء ديالهم هكا البنات باش نديروا واحد التسلسل واحد السلسله شي نادي على شي ونجيو عند بعضياتنا بلا ما نبقاو ملتزمين بالحفلات بلا والو فقط نشوفوا لا فيديو نتشاركوا مع الناس اللي تحتو ديروا لهم مشاركه وجيم وتعليق وبطبيعه الحال حتى هما غادي يردوا لنا الامانه ديالتنا ملي غادي نمشيو عندهم ونتعاونوا مع بعضياتنا المهم ما تنساوش لاله رشيدي كتبغيكم كتحماق عليكم الناس اللي كيعرفوني نتمنى انكم تخليوا لي تعاليق كيفاش كنجيكم اشنو انا بالنسبه لكم شنو تبغيو تقولوا لي شنو تبغوني نتشارك معكم والجديد ديالي معكم شنو اللي مطلوب مني انا باش نساعدكم انا راني ما كرهتش نعطيكم عينيه ولكن عافاكم رجاء اللي بغاني نتعاون معاه شي حاجه ولا اللي بغى يطلب مني شي حاجه ما عارفهاش اكتبها لي في التعليق وانا معكم كنحماق عليكم كنبغيكم بزاف محو عليكم.